أهلا بكم. تعد فترة تولي راجح باكريت لمحافظة المهرة الأخصب بالنسبة للوجود السعودي فيها، فقد تزامن قرار تعيين باكريت مع البدايات الأولى لوصول القوات السعودية إلى المهرة، ومع إدارته للمحافظة توسع انتشار قوات السعودية حتى أصبحت المهرة كلها بمديرياتها ومنافذها في قبضتها. بخطوات تدريجية منح راجح باكريت السعودية ما تريد، وصارت هي المتحكم الرئيسي بتفاصيل المشهد العام في محافظة المهرة من خلال العديد من اليافطات كإعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع إغاثية ومكافحة التهريب والإرهاب. خلال فترة عمل باكريت محافظا على المهرة، تعزز بقاء القوات السعودية في مطار الغيضة وتحول إلى ثكنة عسكرية وسجن لاحتجاز المناوئين ومقرا لإدارة العمليات العسكرية في المهرة من قبل القوات السعودية. مكن راجح باكريت للقوات السعودية في المهرة، وذلك من خلال تشكيل ميليشيا بالتنسيق مع السعودية وإنشاء قوة أمنية تتبعه بشكل مباشر، وعرفت محليا بالمقنعين ولا تخضع لأي إشراف رسمي من وزارة الدفاع أو الداخلية، ويشتبه بتورطها في جريمة القتل بالأنفاق. تمكن باكريت خلال فترته كمحافظ للمهرة من إزاحة العديد من القيادات المحلية بالتنسيق مع السعودية والتمكين لميليشيا الانتقال، وارتكب مخالفات إدارية ومالية بحق المال العام والوظيفة العامة، وجير الكثير من مشاريع السلطة المحلية لصالح البرنامج السعودي لإعادة الإعمار. وبعد سنوات من عمله محافظا، أقيل راجح باكريت مخلفا تركة ثقيلة من الفساد المالي والإداري الذي وصل حتى إعلان الحكومة تقديمه للتحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالمال العام.